كل سنة والأمة الإسلامية بخير، كل سنة وحضراتكم بخير. النهاردة يوم عرفة، خير أيام الله وخير يوم طلعت فيه الشمس، دايما بنستناه من السنة للسنة. الناس بتبقى محوشة دعواتها كده لليوم ده. يمكن السنة دي اليوم ده ناقص حاجة صغيرة علشان ناس كتير مش هتعرف تكون موجودة في الحج. دايما كده اليوم ده بيبقى عارفين ان هو الحج بتاع السنة دي بيقام في ظروف صعبة جدا، يعني مختلفة عن كل السنين اللي فاتت، وكمان بعد قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج على المقيمين بالمملكة وعددهم 60,000 حج، بيؤدوا النهاردة الركن الأكبر والأعظم من فريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات. يعني مشهد عظيم وجميل ويفرح، ويمكن دلوقتي كلنا واحنا بنتفرج على المشاهد دي أنا متأكدة زي ما أنا عندي الإحساس وكلنا عندنا الإحساس أنه يعني يا ريت لو كنت هناك دلوقتي، زي ما احنا شايفين المشاهد دي كلها من السنين اللي فاتت، وكنا نتمنى أن السنة دي تبقى بنفس المنظر. يعني الناس كلها لما بتشوف الكعبة وهي مليانة ناس، الناس كلها لما بتشوف جبل عرفات وهو مليان، الناس بتطلع وبتصلي وتدعي، قلبنا بيفرح. حتى موجودين النهاردة في يوم من الأيام هنروح، فيا رب بإذن الله ربنا يكتبها لنا جميعا، يا رب يكتب لنا كده السنة الجاية الناس كلها تكون موجودة في المكان ده وتعمروا وتنوروا زي ما احنا متعودين. النهاردة من الأيام المشهودة، يا رب كده عايزين ندعي كلنا لمصر. يعني ما تنسوش الدعوة دي أهم حاجة، ربنا يحفظ مصر ويحفظ أمنها وشعبها ويحرس كل الناس ويحافظ على بلدنا من أي سوء أو شر، ونشوفها دايما عالية ونشوفها دايما بتتعمر وكبيرة علشان هي ما تستاهلش حاجة أكتر من كده. وتنسوش طبعا تدعوا لنفسكم. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب يا رب. والمشهد الجميل اللي احنا بنتفرج عليه أكيد كان نفسك تكون هناك. طبعا يعني هو مشهد بنحسد بيه طبعا كل حاجة عليه، ولكن ان شاء الله ربنا يبلغنا بقى بنحسدهم بالحلو. طبعا والله بالحلو. هو مشروع جدا ان يبقى فيه غيرة في الدين، وان الواحد يبقى عايز ان هو يعلي من ايمانه. يعني طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. مشهد عظيم ويوم عظيم كما وصفه نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما قال خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكمان قال عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة. فياريت طبعا كلنا ان احنا نستغل يوم عظيم زي ده، له مقدار كبير عند ربنا وفي ديننا الكريم، ان احنا ندعي النهارده لامتنا لبلدنا بالخير والسلام، وندعي كده ربنا ان هي تبقى ساعه استجابه يا رب باذن الله. كمان بكره هنستقبل يعني عيد وفرحه وسعاده، عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. والعيد عنوان للبهجه والسعاده والفرح، وان احنا للود، الفرح للكبير، الفرح للصغير ولكل الناس. فيعني يا رب ان احنا بحق الايام الجميله المفترجه دي كل الناس تبقى مبسوطه وسعيده وفرحانه، ومصرنا الحبيبه محفوظه دايما. وكمان يا رب السنه اللي جايه تكون الحياه رجعت بقى لطبيعتها، سواء بقى خارج يعني اطار موسم الحج او عامه يعني في الحياه بشكل عام، ان احنا كلنا نقدر نمارس حياتنا بشكل ابسط بشكل طبيعي اكتر، وتغور بقى او يعني تروح الغمه، غمه كورونا دي، وان شاء الله الحياه ترجع لطبيعتها باذن الله، ان احنا نبقى دايما كده متجمعين على الخير. ونقول كده النهارده انه تبقى بدايه جديده وصفحه جديده، نبدا بيوم عرفه يبقى بدايه وعنوان لحياتنا اللي جايه ان شاء الله. ربنا يتقبل دعائنا، وكل سنه وحضراتكم جميعا. هزود على كلامك حته صغننه قوي. دايما تلاقي السوشيال ميديا كده الناس بتتكلم على انه ما بقيناش حاسين بالعيد زي زمان، احنا مش عارفين نتبسط بالعيد زي زمان. فانا بس عايزه اقول لكم ان الانبساط بالعيد جواكم انتم، وانتم اللي بتخلوا الدنيا احسن، وانتم اللي بتخلوا العيد ليه طعم وفرحه. فحاولوا تفرحوا اولادكم وحاولوا تفرحوا نفسكم، حتى لو تنزلوا تجيبوا بلالين، حتى لو تحاولوا تخرجوا من الصبح تصلوا العيد وتنزلوا تقعدوا مع بعض وتفطروا، الحاجات دي بتفرق جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب باذن الله كل دعواتكم تتحقق. ادعوا كويس قوي النهارده، اليوم ده استغلوه على قد ما تقدروا. خلونا بقى دلوقتي نقول لحضراتكم فقراتنا ايه النهارده، وهنبدا فقراتنا اكيد بفقرات متنوعه ان شاء الله هتعجبكم. في البدايه كده هتكون مع ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، وهيكون معانا فيها الكاتب الصحفي محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. طبعا فقرتنا الثانيه هنتكلم فيها عن يوم عرفه وقيمة هذا اليوم وفضله علينا كمسلمين، فضائل هذا اليوم الكريم وإزاي نحن نستفيد منه
ونعرف أهم وأحب الأعمال لربنا سبحانه وتعالى فيه، وتفاصيل تانية كتير هنتعرف عليها خلال لقائنا مع ضيفنا اللي هيكون منورنا النهارده هو الشيخ إبراهيم رضا، عالم من علماء الأزهر الشريف. أما فقرتنا الأخيرة فهناخدكم فيها لرحلة كده لعالم الخيول، عالم طبعا فريد من نوعه، أشهر الحيوانات اللي الإنسان متعود على استخدامها والتعامل معاها، يعني بتربط الإنسان دايما بيربطه علاقة خاصة كده بالخيول، وإحنا بنشوف ده شفناه في أفلام في مشاهد، بنشوف حتى الخيل في الأماكن الطبيعية على الطبيعة بيبقى فعلا كائن يعني فريد من نوعه، بيجمع ما بين القوة وما بين الجمال. هنتعرف على تفاصيل كتير عن عالم الخيول خلال كمان فقرتنا النهاردة، يا رب بإذن الله تحوز على رضاكم وإعجابكم إن شاء الله. خلينا بقى دلوقتي كده ناخد السادة المشاهدين لسؤال حلقتنا. سؤال حلقتنا لازم يتواصلوا معانا كده ويقولوا لنا آرائهم، لأن أكيد آرائهم بتهمنا جدا. وخلينا كده من خلال الصفحة اللي بتظهر قدام حضراتكم أكيد أسفل الشاشة تقولوا لنا النهاردة وتجاوبوا على سؤال حلقتنا، إيه الموهبة اللي بتتميزوا بيها؟ أكيد كل واحد عنده موهبة مختلفة عن التاني، فأتمنى كده تشاركونا وتقولوا لنا إيه الموهبة اللي عندكم. يلا نتعرف على حالة الطقس النهاردة، واللي من المتوقع ان هي هتكون مائلة للحرارة نهارا لطيفة ليلا، والرياح هتكون ناشطة على القاهرة والوجه البحري. اما درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية والعواصم العربية والعالمية، فالبداية من العاصمة المصرية القاهرة العظمى 40 الصغرى 27، اسكندرية العظمى 34 الصغرى 23، الإسماعيلية 39 24، الدقهلية 38 23، والغردقة 41 31، والمنيا 42 27. كمان نتعرف على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية، بداية من الرياض العظمى 39 الصغرى 30، أبو ظبي 41 31، أنقرة 39 21، لندن 29 16، واشنطن 32 22، وبكين 28 23. خلينا بقى كمان دلوقتي بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة نعرف السادة المشاهدين على أسعار العملات والذهب، وهنبدأ أولا بأسعار العملات، وهنبدأ بالدولار الأمريكي هيكون سعره للشراء 15 جنيه و62 قرش، أما للبيع 15 جنيه و72 قرش. بالنسبة لليورو هيكون للشراء 18 جنيه و42 قرش، أما للبيع يكون 18 جنيه و85 قرش. بالنسبة للجنيه الاسترليني للشراء 21 جنيه و49 قرش، أما للبيع 21 جنيه و78 قرش. ريال سعودي للشراء 4 جنيهات و16 قرش، أما للبيع يكون 4 جنيهات و19 قرش. دينار الكويتي للشراء هيكون 49 جنيه و29 قرش، وللبيع 52 جنيه و29 قرش. أما عن أسعار الذهب فسجل عيار 18679 جنيه، واستقر عيار 21 عند 792 جنيه، سجل عيار 24 905 جنيه، أما عن الجنيه الذهب 6336 جنيه. بعد ما تعرفنا على حالة الطقس والأسعار الذهب والعملات دلوقتي بقى والجو حر، في جولة حلوة العالم الناس في نيويورك قرروا ان هم يعملوا متحف للآيس كريم، يعني هنشوف ده ازاي بيحصل، وكمان هنروح نتعرف على المدينة المحرمة في الصين وتفاصيل تانية ولقطات تانية في جولتنا حول العالم. فاحنا طبعا يعني بعد المتحف وبعد ما شفنا كده جولتنا حول العالم النهاردة ذكرى وفاة يعني قيمة بنعتز بها كلنا، وهو اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق. تعالوا نتابع تقرير وأبرز محطات هذا الرجل العظيم. في مثل هذا اليوم 19 من يوليو 2012 توفي عمر سليمان. كان عمر سليمان مديرا لجهاز المخابرات العامة منذ 22 يناير 1993 إلى أن اختاره الرئيس الراحل محمد حسني مبارك نائبا له عقب أحداث 25 من يناير. اسمه كاملا هو عمر محمود سليمان، وهو مولود في 2 من يوليو 1936 في قنا. تخرج في الكلية الحربية والتحق بالخدمة في القوات المسلحة في عام 1954. تولى منصب نائب مدير المخابرات الحربية في عام 1986
ثم منصب مدير المخابرات الحربية في عام 1991، وفي 22 من يناير 1993 عين رئيساً لجهاز المخابرات العامة المصرية. أعلن سليمان في 6 إبريل ترشحه للرئاسة قبل يومين من غلق باب الترشيح، وفي 7 إبريل سحب أوراق ترشحه من اللجنة العليا للانتخابات، وقام بتقديم أوراق ترشحه قبل غلق باب التقديم ب20 دقيقة، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت في 14 إبريل استبعاده بعدما استبعدت أكثر من 3000 من نماذج التأييد التي قدمها، ليصبح عددها الإجمالي 46,000، وهو رقم أكبر من النصاب المحدد ب30,000. وتبين للجنة أنه جمع هذه النماذج من 14 محافظة، والمطلوب 1000 تأييد على الأقل من 15 محافظة، ورفضت خوضه للانتخابات. توفي عمر سليمان زي النهاردة 19 يوليو 2012 في الولايات المتحدة أثناء تلقيه العلاج. خلينا بقى دلوقتي ناخد حضراتكم في تقرير كده عن أسطورة كرة القدم ونجم المنتخب البرازيلي بيلي. خلينا نشوف التقرير عنه كده ونرجع نكمل حلقتنا. شكرا جاد، وكل سنة وحضراتكم طيبين. تتوجه جموع الحجيج اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم في هذا اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها. هذا وقد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها ستستبدل اليوم كسوة الكعبة المشرفة، وذلك تحت إشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هجرية، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من اليوم ولمدة 4 أيام، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس المقبل، على أن يتم استئناف العمل بالبنوك صباح الأحد الموافق 25 يوليو الجاري. يجتمع مجلس الأمن اليوم لإجراء مشاورات مغلقة بشأن الوضع السياسي في سوريا، من المقرر أن ينضم إليهم عبر الفيديو كونفرنس المبعوث الخاص لسوريا جير بيترسون لاستعراض قرار رقم 2585 بتمديد مهمة الأمم المتحدة الإغاثية في معبر باب الهوى الواقع على الحدود التركية السورية لمدة 6 أشهر حتى 10 يوليو 2022. يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم زيارة رسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، من المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. كما تشهد الزيارة عددا من الاجتماعات للعاهل الأردني مع مسؤولي الإدارة الأمريكية. نهاية موجز الأخبار، عودة لزملائي داليا وجاد. شكرا جدا يا رشا، بالتأكيد هنستنى جولتك الإخبارية، جولة هامة بنحب نعرف فيها كل التفاصيل اللي موجودة في الأخبار. وخلينا دلوقتي ناخد حضراتكم لتقرير مهم جدا عن قيام مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية بتوزيع الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية احتفالا بعيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، خلونا نتابع التقرير ونرجع مرة تانية. انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وحبا وتقديرا لأهالي الجيزة،
قامت مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري بتوزيع لحوم عيد الأضحى المباركة وسط إجراءات احترازية وفي ظل حضور كبير وفرحة من أهالي جنوب الجيزة والدق والعجوزة وأرض اللواء إلى مقرات مؤسسة أبو العنين المتعددة. وذلك على مدار 10 أيام يتم فيها عمليات توزيع اللحوم على أغلب الفئات من كبار السن وذوي الحالات الخاصة والمرضى والمرأة المعيلة والأرملة وغيرهم، حيث تقوم المؤسسة بذبح أكثر من 500 عجل بلدي من أجود أنواع اللحوم. المؤسسة تفتح مقراتها منذ 7 صباحا حتى 10 مساء لاستقبال الأهالي لبدء عمليات التوزيع، حيث يقوم فريق العمل بمجهودات رائعة في حسن استقبال الأهالي وتوجيههم إلى أماكن الاستلام في جو يملأه السعادة والسرور بتلك الأيام المباركة. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم جميعا يا رب إن شاء الله. تعالوا كده نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا اللي سألناه في البداية، وإيه هي الموهبة اللي بتتميز أو بتتميزي بيها؟ هنعرف كده من خلال لقائنا مع مواطنين في الشارع ردودهم كانت إيه، وبعد كده نرجع بعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا، وأكيد هتبقى مخصصة لجولة في الصحف والمنشتات من خلال الجولة اللي هتقوم بيها زميلتي رشا مجدي. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الموضوعات، المقالات وأيضا الأخبار المتنوعة سواء من الصحف القومية أو المواقع الإخبارية. بيسعدني أن يكون معايا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمود كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا. حضرتك طيبة والسادة المشاهدين بألف خير إن شاء الله يا رب. خليني أبدأ الحديث عن هذه الأيام المباركة، وإحنا بنستقبل النهاردة كلنا وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك. خليني أقول لحضراتكم أنه تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من البرقيات والمكالمات الهاتفية من زعماء وملوك ورؤساء العديد من الدول، آخرها اتصال تلقاه السيد الرئيس مساء أمس من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها. وبادل الرئيس الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة متمنيا أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليمن والبركات. والرئيس كمان تلقى من سلطان عمان بالأمس اتصال تهنئة برضو بالعيد. لكن عايزة أقف عند مصر والإمارات. مصر والإمارات خلينا نقول أستاذ محمود إنها نموذج مفروض إنه يتم النظر إليه من خلال العلاقات العربية المشتركة في كل النواحي. يعني عايزة أتكلم على هذه العلاقة. الحقيقة الحديث عن هذه العلاقة، أولا يعني أتوجه بالتهنئة لكل السادة المشاهدين وفي المقدمة طبعا قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قادة الجيش المصري والشرطة المصرية، عيد سعيد إن شاء الله ويمر بخير وسلام وأمان على مصر والمسلمين. ثانيا الحديث عن العلاقة الحقيقة بين مصر والإمارات يطول جدا، وهذا النموذج من العلاقة نموذج يحتذى. ودعيني يعني خليني بقى اتكلم ايه بالارقام، يعني لو اتكلمنا مش عايزين حلقات، خلينا نتكلم بالارقام. ده من ايام الشيخ زايد الله يرحمه. يعني كل الناس تعلم وضعية مصر بالنسبة للشيخ زايد، وأنا شهدت هذا الحب بنفسي في يعني مناسبات عديدة جدا سواء في مصر أو في الإمارات. دعينا نتكلم أرقام كده، الأرقام دايما هي بتطرق على الباب عنوان زي ما بيقولوا الأمريكان. يعني في خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي التقى مع
نجلة الشيخ زايد. انا اقول انا دايما بقول ابن الشيخ زايد، ما بحبش ابناء زايد، دايما يقولوا ابناء زايد. التقى مع ابن الشيخ زايد 26 مرة في 7 سنين، دي طبعا رقم مهول جدا في العلاقات بين الدول. مصر هي الشريك الثاني عربيا للإمارات والشريك التاسع عالميا. الإمارات بالنسبة لمصر تجارية حجم استثمارات يفوق ال 15 مليار دولار، حجم تبادل تجاري غير بترولي وغير نفطي يفوق ال 6 مليار دولار، كمية الزيارات التي تأتي من مصر الإمارات ومن الإمارات لمصر، يعني الرقم الحقيقة مش متاح ليا ولكن كمية. فإحنا إذا تحدثنا حتى بالأرقام بعيدا عن المشاعر وبعيدا عن الحب المتبادل، يعني إحنا أي مصري بيقابل إماراتي ولا أي إماراتي بيقابل مصري تحس إن هما اتنين إخوات. فخلينا إحنا بنتكلم بالأرقام، الأرقام بتدي مؤشرات عالية جدا على نمط من العلاقة فريد من نوعه حتى بين مصر والدول العربية كلها. العلاقة بين الرئيس السيسي و الشيخ محمد بن زايد او ابن الشيخ زايد الحقيقه نمط رائع جدا من العلاقات. الرجل هو القائد العربي الوحيد الذي يحضر كل افتتاحات القواعد العسكرية المصرية من برنيس لمحمد نجيب ل3 يوليو. والرجل يعني عندما يأتي الى مصر لا اتصور ابدا انه ضيفه، انما هو يعني اخ جاء ليزور اخوته. نمط من العلاقات على صعيد سلة العلاقات الـ العربية وسلة العلاقات الخارجية الأجنبية كل التنسيق في المواقف، الدولتان لا يوجد بينهما أي يعني عائق في تنسيق العلاقة خاصة في القضايا الإقليمية أو القضايا الدولية. الدولتان تعتمدان مبدأ الاستثمار في الاستقرار والسلام، الدولتان تعتمدان مبدأ محاربة الإرهاب ومنع التطرف وبذل كافة الجهود حتى لا تصل الأمور إلى ما يحمد عقباه إذا ما ساد هذا التطرف في صعيد العلاقات. فإحنا يعني بحار واسعة جدا من العلاقات على كافة الصعد، من السياسي للأمن للاقتصادي، من ناهيك عن الشعبي وناهيك عن الحب الأصيل لإمارات الشيخ زايد وأبنائه ولمصر السيسي وما قبل السيسي. هي. هنتقل للقاء آخر كان بالأمس أيضا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الصيني بالقاهرة. رحب الرئيس السيسي بالمسؤول الصيني في مصر طالبا نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، خاصة وأن العام الحالي يتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، واتصالا بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الدولي. أوضح وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شانغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والطاقة والعلوم، كما تم التطرق إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل. وقد أوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف. أستاذ محمود، اللقاء ده كان فيه أكتر من شق مهم جدا. خليني أبتدي إنه الصين قبلت انضمام مصر كشريك في منظمة شانغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والطاقة والعلوم، بس خليني أقف عند مكافحة الإرهاب والتطرف. هل مصر لما بقت شريك حوار في منظمة كمنظمة شانغهاي ده بيعكس إنه مصر انتهجت نهج صحيح ومتوازن ومدروس لكي تحارب الإرهاب والتطرف وما مرينا به في الفترة الماضية؟
طبعا دعيني أوضح أولا معنى أن تنضم دولة من خارج حدود هذا التجمع إلى ويوافق عليها بهذا الشكل. هذا أمر عظيم جدا، وأمر يؤشر إلى أن مصر احتلت مكانة مرموقة، ليس فقط يعني مجموعة شنغهاي، يعني دي ناس عمليين جدا بعيد عن المشاعر وبعيد عن الـ 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 الأمور النفسية اللي احنا دايما كعرب بن بن يعني بنعلي من قيمتها. هؤلاء لا يتعاملون إلا بمنطق المصلحة. أنت متفوق في هذا القطاع، إذن أنت يعني شريك لنا، أنت لك دور محدد وواضح، إذن أنت تأتي لنستفيد من خبرتك، وبالتالي مجرد الموافقة على أن تنضم لنا هذا بالتأكيد بالنسبة لك أمر عظيم جدا على صعيد الاستفادة وعلى صعيد تبادل الخبرات. هذا التجمع حقيقة عندما يوافق على انضمام مصر يؤكد كل هذه السنين من الخبرة وكل هذه السنين من النجاحات وكل هذا المجهود المضني والتضحيات والثمن الباهظ الذي دفعته مصر ورجال مصر لمحاربة الإرهاب. مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم. مصر كانت الدولة الأولى التي تحذر من شيء اسمه الإرهاب. الناس كان بيتعامل مع الموضوع على أنه جرائم أو على أنه هجمات أو على أنه أي مسمى كان من المسميات. مصر حقيقة خلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد مرحلة السيولة التي عقبت أحداث يناير ودخول وأصبحت كان يجهز لمصر وسيناء تحديدا أن تكون بوتقة تضم كل قوى الشر في العالم من كل التنظيمات بكافة أسمائها وبكافة عناوينها التي تحمل مسميات شريفة لكن تحمل في باطنها الدمار والخراب. حقيقة مصر استطاعت أن تؤكد للعالم أجمع أنها قادرة على أن توقف الإرهاب عند عتبته لا يتجاوزها أبدا، قادرة على أن تحارب الإرهاب مهما قدمت من تضحيات، قادرة على أن تكشف للجميع أن هذا الخطر ليس على مصر وحدها وإنما على العالم أجمع، قادرة على أن تكشف كل الأفكار الشاذة التي يتمناها هؤلاء الإرهابيون. لذلك أصبحت مصر حقيقة يعني منارة في عالم مكافحة الإرهاب، لأنه الحقيقة موضوع مكافحة الإرهاب موضوع من الصعوبة بمكان أن يتم، لأنه كما يقول الكولونيل لورانس أو لورانس العرب كما نعرفه نحن، يقول أن مكافحة التمرد مثل تناول الحساء بالسكين. يعني تخيل لما تشربي شوربه، يعني اذا انت لانك تحاربين اشباح، لانك لا تحاربين قوة خفيه لا تعلمي عددها. يعني الحروب النظاميه معروفه، انما الحروب يعني انت لما تحاربي ناس لا تعرفي قوتهم قد ايه ولا تعرفي خطرهم قد ايه وبيتحركوا من واقع ما يسمونه عقيده جهاديه، هي امر صعب جدا. المصيبه اللي حصلت لنا من مواقع التواصل الاجتماعي يعني ده كمان حرب اخرى طبعًا. انت مش طبعًا. حاسس بالتخطيط اللي بيحصل في الخارج؟ بالتاكيد طبعا. يعني دعيني يعني اؤكد ان موضوع محاربه الارهاب هو يعني لم تقوى عليه يعني امريكا هذه الدوله العظمى التي ربما يتهمها الكثيرون انها مسؤوله عن دعم منظمات ارهابيه كبيره، بريطانيا نفسها الجميع يعلم مدى الخطوره والجميع يعيش في رعب أن ينتقل الإرهاب إلى أرضه حقيقي. وقد عانت أمريكا الأمرين من انتقال الإرهاب الذي رعته في وقت من الأوقات، والآن بريطانيا متحفزة جدا لأنها للأسف الشديد يعني مكان ومركز وبالوثائق لا نتحدث بالوثائق هي مركز لدعم كل التنظيمات المتشددة وكل الأفكار المتطرفة ثم تطلقها علينا في العالم العربي والإسلامي. حقي للموضوع الثاني والمهم برضو سد النهضة. يعني الرئيس عايزين نسميه سد اثيوبيا. موضوع النهضه ده الحقيقه يعني موضوع شائك ولفظ مقصود جدا، لانه لو تربطي بينه وبين مشروع النهضه بتاع الاخوان هتحسي ان المساله يعني لا مقصوده. السد ده اتسمى حوالي 3 او 4 مسميات منذ ان بدا التفكير فيه من الخمسينات في القرن الماضي. ليه بقى استقروا على موضوع النهضه؟ وليه استقروا على ان الاذى الاساسي يكون لمصر وان تتجاوز المساله حدود المفاوضات وحدود السياسه؟ مساله يا جماعه فلازم يعني خلينا نضبط المصطلحات ونقول سد اثيوبيا خلص. يعني دايما ندعم كلمه سد اثيوبيا بدل سد النهضه دي. ما هو اصل في كذا سد في اثيوبيا تمام. يعني هي دي المشكله يعني. سد اثيوبيا الكبير يا ستي. طب سد مشكله اللي انت سد اثيوبيا ماشي سد اثيوبيا بقى يعني انا شايفة بعد جلسة مجلس الأمن وبعد جولة السيد وزير الخارجية من خلال لما كان في بروكسل ولقاءاته مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي،
ولقاءات بقى الرئيس بعد كده ومداولاته المختلفة. مصر حريصة على تدويل قضية سد أثيوبيا الكبير. شايف التحركات المصرية لكي يصل أو كي تصل الحقيقة للعالم، الحقيقة بجد، لأنه دلوقتي السودان بدأت تعاني، يعني خلينا نقول إحنا ابتدينا في معاناة عند السودان. نعم، يعني خلينا أولا نقول إن هذا السد يحمل في باطنه عوامل فنائه، ويحمل في باطنه يعني خراب لبلده قبل أن يأتي الخراب إلى السودان الشقيق ولا قدر الله. مصر مستعدة الحقيقة، يعني مصر عندها، بس طبعا يعني خلينا برضو نؤكد على حاجة دايما أنا بأكد عليها من خلال منابر الإعلامية الشريفة مثل منبركم الكريم، إنه يا جماعة مش لازم نقول كل اللي عندنا، ما ينفعش حقيقي. وما ينفعش نطلع ونعمل زي الجماعة اللي عملوا في 2011 ولا 2012 أما نقلوا الاجتماع عن الهوى على الهوى للعالم كله، كانت فضيحة، وده يقول له نضرب، وده يقول له نعمل عملية استخباراتية، وده يقول له نعمل، يعني الحقيقة يا يعني خلونا يا جماعة بصوا، خلينا ننطلق من ثلاث حاجات مهمة جدا. الأمر الأول هو أن مصر يحميها الله، مصر يحميها الله، يجب أن نثق في ذلك جيدا، ربنا في البلد يا جماعة، وثقوا من ده تماما. ثانيا، هناك قيادة سياسية وقيادات عسكرية وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة والوطنية، متى ضيعونا حتى يضيعونا في قضية السد. الأمر الثالث أن هناك الكثير ما لا يمكن أن تعلنه القيادة من الخيارات والبدائل، وده قاله الرئيس يوم الخميس الماضي في احتفالات حياة كريمة. ما ينفعش أبدا أقول كل اللي عندي، المعرفة على قدر الحاجة، أنت حاجتك أنك تطمن أن مصر بخير، وحاجتك أنك تطمن أن مصر قادرة تقلقوش. بالظبط كده، لا داعي للقلق. صحيح، خلينا نتكلم في الإطار ده، وخلينا نعرف يعني إذا تكلمنا بقى بشكل عملي وبشكل علمي، هذا السد يا جماعة مقام على شيء اسمه الفالق الإفريقي العظيم. هذا المكان منطقة بركانية زلزالية وشقوق لم يتم معالجتها بالشكل العلمي الصحيح، وهذا كلام علماء وليس كلامي أنا كصحفي، إنما كلام علماء في وخبراء في السدود وفي المياه. فإذا إذا إذا كانت أثيوبيا تريد أن تضغط وتمارس لعبة عض الأصابع مع مصر، فبالتأكيد هي الخاسرة ونحن الفائزون حتى وإن تأخر الموضوع قليلا. أنتقل للحديث عن مبادرة ومشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث يتواصل العمل في محافظات مصر على قدم وساق للانتهاء من تطوير كافة القرى المصرية حوالي 4600 قرية من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل 175 مركز موزعة على 20 محافظة. تم البدء بالفعل في 12 مشروع صرف صحي وبناء مدارس بالوادي الجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف وإحلال وتجديد بعض شبكات الطرق والكباري بالأقصر. يعني مبادرة من أهم المشروعات القومية اللي بنشهدها، لأنها يعني أنا حاسة وشايفة وشايفة المجهود اللي بتعمل والاستعدادات والتجهيزات و و و و وحتى الدعم المادي لها، إنها هتغير وجه الحياة في مصر. شوفي يعني عايزين نوضح حتى كده لأهلنا في كل مكان، دائما الناس يعني بتقول يا جماعة احنا شايفين طرق بتتعمل وكباري بتتعمل ومشروعات بتتعمل، ولكن يا جماعة يعني احنا حاسين بضيق الحال. طيب، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق مجموعة من المبادرات سواء على صعيد الصحة سواء على الصعيد الاجتماعي، وهذا المشروع معنى ايه؟ ان الراجل بادئ من تحت، هذه الاماكن هي الاماكن المعدمة، يعني خلونا يعني احنا قد نكون بنعاني، قد نكون عندنا بعض المشاكل، قد نكون كذا، نحن في النهاية لم نصل الى درجة العدم، هذه الاماكن لم تمتد يد لها يد على مدى عشرات السنين منذ يمكن العصر الملكي وحتى الآن، وهي عايشة في اللي هي فيه. معنى أن تتجه، طب ما هو الرئيس ممكن يعمل مشروعات كوموفلاش كده ويجي يعمل له حاجتين كبار يفرقعوا، يقوم الناس تقول يا سلام ده في حاجات كويسة، ايه ده في فلوس في البلد ايه. إنما هو ليه بدأ مع الناس الغلابة اللي هي ما تقدرش حتى تتكلم ولا تقدر تعبر عن نفسها؟ وفين انت تتكلم عن الأقصر وعن الوادي الجديد وعن الأماكن التي لا يصل إليها إعلام ولا يصل إليها يد ولا تصل إليها أي اهتمامات من أي نوع، وهي
وهي غير قادرة على أن تنقل أوجاعها. معنى كده إيه؟ إن إحنا بنبدأ، ما ينفعش تبني تبدأ بناء من الدور الثاني. بس عايز أوضح حاجة بعد إذنك، إنه لما إحنا بنتكلم على الأقصر ولادي الجديد أنا ما بكلمش على العاصمة، لا أو ده أنا بتكلم على قرى ونجوع. أما أنا بقول لحضرتك أهو الأماكن التي لم تصل لها ولا تستطيع أن توصل لنا صوتها. وبعدين خلينا نتكلم يا جماعة، إحنا ما ينفعش نبني عمارة كبيرة من الدور الثاني، ما إحنا لازم نبدأ من الجدار اللي تحت خالص من الأساس، وهو ده اللي بيعمله الرئيس. قد تتأخر الأمور بعض الوقت، وقد يشعر البعض بغصة، وقد يشعر البعض ببعض الضيق، ولكن في النهاية هناك أمل. لا تقيس الأيام بمدى ساعتها القليلة، وإنما قيس على المدى البعيد. أنت هتتعب لك يومين بس هتستريح بقية السنة. هو ثلاث سنين المشروع، يعني هو ده من المفترض يعني خلال ثلاث سنين. طيب إذا كنت أنت، إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يسعى إلا لرضا ربه فقط، ولا يسعى إلا لأن يمد يد العون إلى الطبقات الأشد احتياجا والأشد فقرا، الراجل ما كان ممكن يبدأ في أماكن مسلط عليها الإعلام طبيعي، وهو بالفعل بدأ في العشوائيات. ما تشوفوا يا جماعة حد ينزل كده الأماكن اللي كنا بنعدي عليها دايما وإحنا ماشيين في العشوائيات، غير الآمنة، غير آمنة في كل شيء. اتفرج دلوقتي وروح مناظر مبهرة. إنما أنت انتقلت إلى مرحلة الأكثر الاحتياجا والأكثر فقرا حتى تأتي إليها بالأساس للحياة، وحتى اسم المبادرة حياة كريمة، لأن هؤلاء الناس لم ينعموا بأي شيء من الحياة الكريمة حتى الآن. بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى مراحل أخرى وطبقات أخرى، وتصل إلينا عجلة التطوير. فقط قليل من الصبر وكثير من الثقة في القيادة السياسية. وانتوا يا جماعة نفذتوا مشروع الإصلاح الاقتصادي اللي العالم كله أشاد بيه ومبهر بيه، وتحملنا ما لا يتحمله الشعب. طب اصبروا شوية لغاية ما نشوف بقى النتائج ونحصد الثمار. زي أي فلاح في أرضه بيرمي الثمرة ممكن تقعد خمس سنين على ما تبقى شجرة، بس في النهاية هو عارف ياخد منها إيه. خلينا نتعامل بالمنطق ده، إحنا اللي علمنا الناس الزراعة وعلمنا الناس الصبر بالصيد وبالزراعة، هم علمنا العالم كله ازاي يبني وازاي يصبر. خلينا زي ما اجدادنا على مدى الاف السنين بنوا حضاره كل العالم دلوقتي بيشيد بيها، خلينا احنا كمان نبني بلد جديده ودوله جديده، هي الدوله الوطنيه الحديثه التي لن يتنازل عن بنائها هذا الرجل الذي لا يرضيها اي شيء الا رضا الله ثم بعد ذلك مصلحه شعبه. طيب خليني اروح لخبر حلو وخبر ايجابي وخبر بيدينا امل، ان السياحه، حركة السياحة يعني بتعود بشكل كامل لمصر خلال الفترة المقبلة. الخبر بيقول ان مطار مرسى علم الدولي استقبل اليوم الاثنين، وهيستقبل غدا الثلاثاء اول ايام عيد الاضحى المبارك 14 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات عالمية. تصل اليوم الاثنين خمس رحلات منهم، وكشفت جداول رحلة الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي بداية من السبت الماضي حتى نهاية الاسبوع الجاري وصول 56 رحلة طيران من عدة دول مختلفة، جماعها رحلات دولية سياحية. يعني خبر مبهج طبعا، خبر سعيد. يعني أنا لما بتكلم على مرسى علم أنا بس عفوا أحب أقول للسادة المشاهدين إن فترة من الفترات مرسى علم دي كنت تمشي تحس إنها مدينة مهجورة طبعا، يعني للأسف رغم كل ما فيها من جمال، رغم ما كل ما فيها من جمال يعني. وعايزة أقول إن أغلب الألمان وأغلب الأجانب بيحبوا يروحوا مرسى علم تحديدا. كنت تروح مرسى علم تلاقيها هو ما فيهاش حد. دلوقتي لما نقرأ خبر زي ده يعني هل ده يقول لنا إن إن شاء الله خلال الشهور المقبلة مع انحسار جائحة كورونا اللي تعبتنا بقى كل العالم، بقى خلاص كفاية كده بقى كورونا، إن إحنا ممكن نعود للمعدلات الطبيعية للسياحة المصرية؟ بالتأكيد. وخليني برضو أخذها من وجهة نظر تانية، ده مش مسألة إن الناس جاية بس تتفسح، معناه إن الثقة في مصر تتصاعد، وانه الرغبه في ان ياتي، لان في النهايه انت راجل جاي تفسح وجاي تدفع فلوس، مش هتروح الا غير على مكان انت حاسس فيه انك هترتاح ومش هتتعرض لاي مخاطر. بعد مرحله من العنف والتخريب والهجر لتلك المناطق، مش مرسى علم بس، كنت تروح تشوف شرم الشيخ، كانت حاجه تحزن، الغردقه كانت حاجه تحزن. الحقيقه دلوقتي احنا بناكد انه هذه الرحلات الدولية وليست رحلات داخلية، وإنما رحلات دولية تؤكد الثقة في الوضع في مصر، وتؤكد أن طالما وضع الأجانب أرجلهم في هذه البلد الطاهرة هم يعلمون أين موطئ القدم، إذن سوف يستمر. طالما وضعوا رحلة واحدة جات يبقى كل الرحلات هتيجي، وكل
الفخر والمجد والخير سوف يأتي مع هؤلاء السواح، لأننا نتعامل مع ناس تقيس الأمور بمقاييس من ذهب. هذا المكان يرضيني، إذن أذهب إليه وأدفع مع وأحجز. إن يا أستاذ محمود يعني دايما التعاقدات للسياحة بتبقى من خلال البورصات السياحية العالمية زي بورصة برلين للسياحة، بورصة نعم. لندن للسياحة نعم. والسنة دي مفيش. ما بتعملتش مفيش. عشان كورونا طبعا. لكن رغم كده طيب. ابتدت الحركة. ما ده مؤشر، ما ده انا بأكد لك ان المسألة دي انت ترجميها على ان هي ثقة في مصر، ثقة فيما يحدث في مصر، وان مصر اصبحت بلد آمنة بما يكفي لان امارس فيها يعني هوايتي في السياحة، وان مصر بلد فيها ما يكفي من خدمات تجعلني اعود وأنا راضي عن المبلغ الذي دفعته ورد إلي كخدمات وكمتعة وكانبهار بالأراضي المصرية. فالحقيقة أنا يعني عندما أقرأ مثل هذه النوعية من الأخبار لا 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 ليس فقط أسعد، وإنما يعني تعلو رأسي كثيرا بأن بلدي بالفعل عادت إلى المدار الدولي للثقة، وعادت إلى الرغبة أن تكون وجهة حقيقية لسياح بهذا العدد. فهذا بالتأكيد مؤشر على أن مصر بالفعل تستحق أن يأتي إليها كل هذا العدد. حقيقة. إحنا ما بنتكلمش يعني كنا كمان بنتكلم على مرسى علم بس، مرسى علم يعني لو بس. لا في أماكن تانية طبعاً. إحنا طبعاً. كمصريين طبعاً. كعادتنا في الصيف كل في اسكندرية أو في الساحل يعني أي. المصريين كلهم أو مرسى مطروح بقى وراس البر وجمصة يعني لينا أماكن أخرى أي. طيب برضو موضوع اللي هتكلم فيه مرتبط بأزمة فيروس كورونا، بس هتكلم من ناحية الدولية شوية. انجلترا رفعت تقريبا كل القيود الصحية المرتبطة بكوفيد 19 النهاردة الاثنين، واطلقت عليه تسمية يوم الحرية، ده على الرغم ان في ارتفاع في عدد الاصابات اللي بيثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين السياسيين في بريطانيا. واعتبارا من منتصف الليل في انجلترا هتفتح قاعات الحفلات الملاعب بكامل طاقتها، هترفع القيود على عدد الأشخاص المسموح ليهم بالتجمع، بيبقوا مثلا ما يزيدش عن 5-6، لا دلوقتي خلاص هتبقى مفتوحة، وهيوضع حد لإلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك والمتاجر. يعني عايز أقول بقى أنه مع إن إنجلترا تحديدا كان هي من أكتر الدول اللي ظهر فيها حالات دلتا اللي هو المحور والإصابات عندهم، لكن المغزى من تسمية يوم الحرية، هل العالم بيقول كفانا كورونا؟ هو بيقول كفانا، وبيقول ان المسألة بقت تحت السيطرة. ما هو انت خليها يعني خدي بالك انه العدوى بمفهومها اللي احنا عارفينه بتنتقل في لحظة. لو المسألة فتحوها في يوم، طب ما كده لو هم مش واثقين ان هم يقدروا يسيطروا على الموضوع، طب ما هو اليوم ده ممكن يخلي نص بريطانيا عندها كورونا، وما أدراكي ما يكون يعني انتشار المرض بهذا الشكل، ان اي منظومه صحيه ممكن تقع قصاده. وبالفعل دول اوروبيه كبيره يعني انهارت منظومتها الصحيه بسبب كورونا. معنى ان هم يفتحوا، وخاصه من جونسون هذا الرجل، يعني هو نفسه اصيب بكورونا وكاد يدخل العنايه المركزه وتعلق له اكسجين، يعني راجل وصل الى مرحله. اذا هي رساله للعالم بانه يمكن السيطره على هذا، وربما يعلن بعد هذا اليوم عن امور جديده تتعلق بالمكافحه، وامور جديده تتعلق بلقاح، وامور جديده تتعلق بكيفيه السيطره على هذا. واللي هم علشان طعموا عدد كبير من المواطنين، يعني تقريبا بريطانيا تقريبا نسبه 80% من المواطنين اخذوا الجرعتين من اللقاح. ما هو بغض النظر عن اللي طعموا، او المهم ان هو المساله تحت السيطره، سواء بقى الناس اتطعمت او ان هم هيقدروا يسيطروا على الموضوع، المهم ان انت فتحت الباب لانه انت قادر تسيطر. معلش استاذ محمود يعني خليني برضو يعني يمكن انا عندي كده حاله وسواس شويه، ولا احنا كنا ماشيين صح ومناعه القطيع ان احنا ما قفلناش هذا الغلق اللي حصل يعني اللي عملته اوروبا؟ يعني ما احنا الحمد لله ما حصلش اللي حصل، والغلق والناس قاعده بشهور في بيوتها ومش عارفه تنزل، والتطعيمات شغاله والدنيا شغاله وجات لنا حالات وكل حاجه، بس ما عملناش اللي عملته اوروبا.
ودلوقتي هما بيرجعوا كده. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ يوم الحريه هما سموه يوم غريب جدا، كانهم كانوا مسجونين. انا يعني عارفه قبل انت ما تبداي السؤال كنت لسه قلت اقول لك شوفي بقى احنا يعني شوفي العالم عاملين ايه وشوفي احنا عاملين ايه، يعني شوفي الناس هي طبعا يعني مع الحرص طبعا على انه يكون في اجراءات وقائيه وكذا، الا انه الحقيقه الشعب المصري بتميزه الغريب اللي هي بقى المسألة ما تخضعش لقوانين بقى علم الاجتماع وقوانين، لا دي الشعب المصري له قانون كده لوحده. زي ما حضرتك تفضلتي بالظبط، شوفي احنا عملنا ايه طول الفترة، الناس بتشتغل وبتروح وبتيجي وبتركب مواصلات، محلات فتحة ومولات فتحة ومولات فتحة وزيارات وكافيهات فتحة حتى لو بمواعيد، كل حاجة بس كل حاجة ومع ذلك ليه؟ لأنه برضو احنا مش عايزين برضو نقول ان مصر يعني نظامها الصحي هو يعني الافضل في العالم، ولكن هو بالفعل اثبت انه من الافضل في العالم، وان مصر من الدول، خدي بالك ده مش انا اللي بقوله كمحمود الشناوي الصحفي المصري، لا انا بقول لك على ما نقراه في الصحافه الاجنبيه، ان نموذج اداره الازمه الذي تعاملت به مصر مع كورونا حقيقه يدرس ويكتب عنه الكثير، ان مصر هذه الدوله بال 105 مليون انسان وبكل مشاكلها الاقتصادية استطاعت تجاوز هذه الأزمة التي عانت منها أمريكا وعانت منها بريطانيا وعانت منها ألمانيا وفرنسا والصين قبلهم، ومع ذلك تجاوزت مصر كل وإيطاليا واللي حصل لها طبعا وإسبانيا. مش عايزين نقعد دول بس يعني ده بيخليني أقول أنه برغم الانتقادات اللي وجهت، واحنا من النوع اللي بنحب جلد الذات، يعني احنا كمصريين شوفوا انتوا سايبيننا ازاي وشوفوا انتوا عاملين ايه. النهارده وانا بفتح يعني مواقع التواصل الاجتماعي، الناس حتى صورها في مرسى مطروح بيوروا قد ايه الزحمه، شايفه صور الناس في اسكندريه في شواطئ اسكندريه، الاهالي كلهم قاعدين، وانا فرحانه، يعني انا فرحانه لما بشوف المنظر ده. بالتأكيد طبعا، ما هو يعني عارفة ده مع بصي مصر تعني الحياة من الآخر كده حقيقي. أنا سعدت جدا بلقاء حضرتك أستاذ محمود الشناوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، نورتنا وبشكرك شكرا جزيلا. شكر موصول ليك، وكل عام وكل أهلنا وكل مصر والعالم العربي والإسلامي بخير يا رب. بكده مشاهدي الكرام بتكون انتهت جولتنا في صحافة اليوم. دلوقتي هنسيبكم مع تقرير. التقرير عن إيه؟ عن حاجة أنتوا بتحبوا تروحوها والحمد لله مسموح بقى في العيد ده إن احنا نروحها، حديقة الحيوان. هنشوف استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال ضيوفها في عيد الأضحى المبارك. في محورين مهمين، يعني محور ما يخص خدمات الجمهور، احنا عملنا مقاعد خشبيه جديده، عملنا يعني اهتمينا بالمساحات الخضراء وتهذيب الاشجار، يعني القسم الزراعي بذل جهد كبير جدا، بيبقى في اعمال طلاء ودهانات وتجميل في الحديقه، عملنا مشروعات ترفيهيه زي مثلا البدلات المائيه، زي حديقه حيوان الاليفه. حديقه حيوان الاليفه دي برضو من الحاجات اللي هي عامله سعاده للاسره المصريه بشكل كبير، يعني دي بيبقى فيه تفاعل مباشر بين الانسان او الزائر والحيوان، ويبقى فيه فقره تعليميه للاطفال ازاي ياكل الحيوان وازاي يتصور معاه وازاي يتعامل معاه برفق طبقا لتعليم الرفق بالحيوان، ما بقاش فيه ايذاء للحيوان او اي الم للحيوان، فدي مهمه جدا انها ليها دور تعليمي حديقه حيوان الطفل. فاحنا في مشروعات ترفيهيه، في طبعا منطقه ملاهي على اعلى مستوى، في يعني في خدمات كتير قدمت، في صيانه لدورات المياه، في منظومه نظافه على اعلى مستوى، الحمد لله يعني الحديقه سمتها النظافه الان، يمكن دي الحاجه اللي كانت دايما بتضايق الجمهور اللي هو يعني هبوط مستوى النظافه، اصبحت الحديقه سمتها النظافه حاليا. طبعا بالنسبه للتعامل مع الحيوان عموما، ده احنا عندنا العمال بتوعنا ليهم خبره كبيره جدا في ان هم يحموا الحيوان وفي نفس الوقت يحموا الزائر من هذا الحيوان، لان الحيوانات دي برضه حيوانات شرسه، وفي منها البريه في منها الشرس وفي منها الخطر، فاحنا عندنا العمال بتوعنا لهم خبره كبيره جدا في التعامل مع هذه المواقف، وبيقدر انه يوفر الحمايه الكامله للزائرين، وبيوفر الحمايه الكامله ايضا للحيوان من اي تصرف خاطئ من الانسان. من اماكن اثري تم تطويره على اعلى مستوى وهو متحف المحنطات الحيوانية. المتحف ده يعتبر حديقة حيوان مصغرة،
بتحتوي على مختلف البيئات، وسواء ثدييات سواء طيور سواء زواحف، بتحتوي على محنطات فرعونية، عندنا التمساح محنط تحنيط فرعوني. يعني المتحف قيمة كبيرة جدا، وفي منها حيوانات انقرضت فعلا من الطبيعة ما بقتش موجودة، ممكن الناس تقدر تشوفها داخل المتحف. فمتحف بقى من الأماكن اللي هي يعني هتعجب الزائرين جدا جدا، والناس تبقى حريصة على زيارة. الأكل والشرب بتاعه طبعا، احنا في الصبح بنديله شاي، أول حاجة الصبح شاي خفيف، بعد كده مثلا بنديله مثلا سمك، ثلاث أيام في الأسبوع سمك، يا مكاريلي يا تونة يا سردين، ده الأكل المفضل بتاعه، وثلاث أيام لحمة مستوية نص سوا. طبعا بنديله ممكن بعض الجزر بعض البلح، مثلا نديله عيش شنوب العسل، تفاح بياكل، بطيخ بياكل، آيس كريم مثلا متلج في الأيام الحر اللي هي، عشان طبعا بيبرد جوف الحيوان. ده الحاجات المعتاده اللي احنا بنحب نعملها للدبب يعني. شامل بقى النظافه طبعا، لازم النظافه حاجه اساسيه عندنا طبعا. المكان لازم يكون ريحته نظيفه، ما فيش اي ريحه كريهه، عشان الزير ما يبقاش واقف متأذي مثلا او متضايق او حاجه زي كده. وبياكل جزر وبياكل برسيم اخضر او برسيم ناشف، في الشتاء بياكل برسيم اخضر، في الصيف بياكل برسيم ناشف اللي هو المجفف اللي هو الدريس. وبياكل بطاطا وبياكل جزر زي ما انا قلت حضرتك في الاول، وبيشرب عسل وبياكل بطيخ. اللي بني ادم في كل حاجه يعني، عند حضرتك انسان الغابه دي في 98% زي البني ادم، الشمبانزي في 94% زي البني ادم. طبعا هو بيحب الزوار، وفي زوار هنا بيجي لهم كل اسبوع، بيجي لهم فاكهه، بيجي لهم عصير، بيبقى عارف الزوار. طبعا بنقول ممنوع، في مثلا واحد بيجيب سمك يرمي سمك، في واحد بيبقى عايز يرمي سجاير، احنا برضه الحاجات الممنوعه بنقول ممنوعه، والحاجات اللي هي المسموحه للاكل او العنب او الفاكهه اي حاجه بنقولش لا عليها. وناحية تانية طبعا خايفين لحد ينط من فوق، طبعا من الحراسة، حارس بنحرس الحيوان وبنحرس برضو الزاير من أي حاجة. أهلا بحضراتكم من جديد، وكل سنة وكل حبايبنا وكل المشاهدين بخير. يوم عرفة كلمة بتدق في القلوب، وفضل كبير ينتظر المسلمين في هذا اليوم المبارك. وعشان كده رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام قال الحج عرفة لمكانته وأهميته، من أول تسميته لحد أحب الأعمال في هذا اليوم المبارك لتعاليم الأضحية. كل ده هنتعرف عليه من خلال ضيفنا اللي منورنا النهاردة، الشيخ إبراهيم رضا، عالم من علماء الأزهر الشريف. كل سنة وحضرتك طيب شيخ إبراهيم. وحضرتك بصحة وسعادة وكل المشاهدين بخير يا رب. يوم جميل أكيد. يشرح القلب. ها أكيد أكيد، من أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. إحنا في البداية كده عايزين نمسك الخط من أوله. يوم عرفة سمي وله يعني تسميات، أو خلينا نقول إنه في روايات كتيرة اختلفت حوالين التسمية، هل في رواية راجحة لهذا اليوم لتسميته بالتحديد؟ الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى نبي آخر الزمان وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. خليني أحيي حضرتك وأحيي مشاهديك في كل مكان، كل من يرانا في شتى بقاع الأرض، نقول دائما وأبدا أن هذا هو يوم العطاء وهذا يوم الغفران، اليوم الذي يباهي الله تعالى بعباده المؤمنين ضاحين أتوا من كل فج عميق يرجون رحمة الله ويخافون عذاب. سمي بيوم عرفة على أغلب الروايات لأن آدم حينما نزل من الجنة نزل متفرقين، يعني بدأت حواء تبحث عن آدم وآدم يبحث عن حواء، إلى أن عاد اللقاء مرة أخرى على صعيد عرفات الطاهر، وهذا أشهر ما ورد في سبب التسمية. هناك أيضا أن العبد يتعرف لله سبحانه وتعالى في أنه يقف على هذا الصعيد الطاهر لكي يناجي ربه سبحانه وتعالى ويعلن بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك. خير يوم طلعت عليه الشمس هو هذا اليوم، كثرت الأسماء أنه يوم الجائزة ويوم المنح، تدل على عظم المسمى. ومن عظمة هذا اليوم الذي منح الله محمدا وأمته فضل هذا اليوم، لكي نتأكد جميعا أن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن الله تبارك وتعالى أراد بنا الخير. فبرغم أن الأعمار قصيرة، إلا أن مثل هذه الأيام التي قال عنها النبي إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. طيب، يوم عظيم ويوم مبارك، يوم عرفة، سواء للحجيج أو لمن لم يستطع أن يذهب نظرا لاقتصار الحج هذا الموسم على المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فضل هذا اليوم للحجيج ولغير الحجيج. أولا، هذا اليوم هو واحد من الأيام العشر، أقسم الله عز وجل بها بقوله والفجر وليال عشر، وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة. جمهور العلماء على أنها أشرف أيام الدنيا على الإطلاق، فأفضل أيام الدنيا هي الأيام العشر، وأفضل الأيام العشر هو يوم عرفة اللي هو احنا فيه النهاردة يوم التاسع من ذي الحجة. وطبعا كان في مقارنات بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، وبالإجماع العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، غير أن ليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق لما لها من مكان عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. عن هذا اليوم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم يوم شديد الفائدة للمؤمنين الموحدين المرابطين، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي المؤمنين، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيرى الشيطان وهو يحمل التراب على رأسه ويقول: يا ويلتاه أضلهم طيلة العام ويغفر الله لهم في هذا اليوم. وهذا الموقف أراد النبي صلى الله عليه وسلم لنا نحن الذين لم نرزق بأداء الفريضة في هذا العام، أن نحدث نوع من أنواع المشاركة الوجدانية، فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم عرفة. حكم صيامه سنة مؤكدة عن النبي، قال عنه صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويكفي المشاهد الكريم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما، أي يوما واحدا، في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. عظيم. واحنا بنتكلم عن يوم عرفة، القرآن تناول هذا اليوم وكان له او اعتبره هو نقطة الانطلاق. انا طبعا محتاج حضرتك بقى اللي تشرح لنا اكتر، ولكن احنا عايزين نعرف ازاي القرآن شرح للمسلمين ازاي يقيموا مناسك الحج. طيب، خلينا نقول أن القرآن حينما بيّن ذلك في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، أي من الطاعة، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، دي نقطة البداية، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يرسم الرسم القرآني في مجال التطبيق؟ ازاي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطبق هذه الآيات البينات؟ قال صلى الله عليه وسلم لنا نحن معاشر المسلمين: خذوا عني مناسككم. فماذا فعل رسول الله؟ اولا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثامن
إلى أرض ميناء يوم 8 اللي هو امبارح يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأنه كان صبيحة الرؤية التي رأى إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن أنه يذبح ولده إسماعيل، فكان يتروى ويتأكد من أنها رؤية منامية صحيحة، ورؤية الأنبياء جزء من وحي السماء. فخرج النبي في يوم 8 اللي هو يوم التروية إلى أرض ميناء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بميناء وصلى بها الفجر، وبعد أن أشرقت الشمس بدأ ركب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك إلى صعيد عرفات الطاهر، قطعها النبي صلى الله عليه وسلم سيرا على الأقدام إلى أن وصل إلى صعيد عرفات. صعيد عرفات النهاردة كل اللي بيشوفنا بنقول لهم احنا بنقول ان افضل ايام الدنيا العشر الاول، واشرف يوم في العشر الاول النهاردة، ده اعظم ايام الدنيا، خير يوم طلعت عليه الشمس، ادي واحد. اعظم وقت من اذان الظهر الست ساعات اللي بتبدأ من اذان الظهر لغاية انتهاء الوقوف في عرفة المغرب. فاهم ست ساعات في عمر البشر هم الست ساعات دول. ليه؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفات الطاهر وأخذ يناجي ربه، وصلى الظهر والعصر بمسجد نمرة، وهو مسجد موجود في صعيد عرفات. اللي محجش متخيل ان أرض عرفات دي جبل مرتفع، لا، هي أرض مستوية عادية جدا، وعليها ما يسمى بجبل الرحمة اللي فوق الصخرة التي وقف بجوارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يناجي ربه حتى سقطت العباءة من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. صلى سيدنا النبي الظهر والعصر جمع تقديم بمسجد نمرة على صعيد عرفات، على صعيد عرفات، وكانت له خطبته الشهيرة وهي خطبة الوداع، أول وثيقة إنسانية تتحدث عن حقوق الإنسان وتتحدث عن العلاقة وعن التعايش الآمن بين أبناء الأرض قاطبة. هنتكلم في دي فيها في بالتفصيل، وبس هستأذن حضرتك إن احنا نكمل الخريطة. طيب، وقف النبي على صعيد عرفات من أول ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وألقى الخطبة الشهيرة في المسمى بخطبة الوداع أو حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. بعد ذلك عند لحظات الغروب نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات قاصدا مزدلفة، أرض المشعر الحرام. المشعر الحرام موضع لمسجد في هذه البقعة من الأرض، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، لأنه وصل صلى الله عليه وسلم يدوب على صلاة العشاء، جلس بها النبي، ويسن لنا أن المبيت بأرض مزدلفة. وليه بننزل أرض مزدلفة؟ أولا علشان نصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثانيا علشان نجمع الحصى. يعني إيه نجمع الحصى؟ اللي هنرمي بيه بعد كده في ميناء. طيب الحصى كام اللي هنجمعه؟ 70. بجيب كيس وبجمع فيه من أرض المشعر الحرام أو من مزدلفة 70 حصاية. 70 ليه؟ أول يوم برمي 7، تاني يوم برمي 21، تالت يوم برمي 21. السبعة الأولانيين اللي هي الرمي الجمرة الكبرى، نعم، صح كده؟ 49 حصى بجمعهم، بيزيدوا لو أنا هتأخر في ميناء إلى أذان المغرب، فأنا بجمع 49 حصاة. أول يوم برمي 7، تاني يوم برمي 21، تالت يوم برمي 21. طيب هنا أنا جمعت، بتعشى، بقعد، بستريح، بيتحقق المبيت بإن أنا أقعد وأرتاح وأتناول وجبة العشاء، عايز أقعد لغاية يعني انتهاء الليل بها ونعمة، مفيش أنا معايا وفد مرافق ليا أو مجموعة، بتحرك كما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أرض ميناء. وهنا بروح على أرض ميناء، بيصبح علينا يوم العيد اللي هو بكرة، يوم العاشر، يوم النحر، كل دي أسماء ليوم العيد. يبقى أنا عندي في يوم 9
وقفت بعرفه ورحت المزدلفه. طيب يوم 10 عندي 5 اعمال بقى، اول ما بقوم من النوم على طول ببدا رمي جمره العقبه الكبرى 7 حصيات، ادي واحده. بعد كده طواف الركن، ان انا بسيب ارض منى وانزل على مكه لكي اطوف حول البيت طواف الركن. تمام. بعد كده مفيش طواف من غير سعي، لازم اسعى بين الصفا والمروه. تمام. بعد كده عندي ذبح الاضاحي او ان انا ادفع صك على يعني حسب ما تيسر ليا. بعد كده الحلق او التقصير. لما بحلق ده اسمه تحلل اصغر. يعني ايه تحلل اصغر؟ يعني يباح لي ان انا البس المخيط ويباح لي كل شيء عدا معاشرة الزوجة، الحياة الخاصة دي ممنوعة إلى أن أنتهي من جميع مناسك المناسك. يبقى هنا دي أعمال يوم 10 اللي أنا بعملها. ببات بمنى تاني يوم وتالت يوم. ليه؟ علشان بصبح بعد كده اللي هو أول أيام التشريق تاني يوم العيد برمي 21، برمي 7، هم 3 أصنام مجسمات كده، برمي 7 7 7 وببيت الليلة التي بعدها وبرمي 21 الباقي. يبقى أنا كده رميت 49 حصاء. لو أنا ما خرجتش من منى قبل أذان المغرب، ها، يبقى المغرب لو جه عليا وأنا في منى ببات ليلة كمان وبرمي كمان 21، يبقى العدد يصل إلى 70. وده شرح لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. طيب. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. طيب يمكن طبعا للحج أن هو يوكل غيره في أداء في الرمي، في الرمي ومناسك أخرى عادة طبعا وقوف عرفات. في الرمي الحج عرفة، فهو الركن الأعظم من أركان الإسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفات ورفع أكف الضراعة ووقف على جبل الرحمة وقال: هنا تسيل العبرات، أي الدموع. واشتد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم لا، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى في هذا الموقف يباهي بأهل عرفات الملائكة ويخطب في الملائكة. لما أراد الله أن يخلق آدم واعترضت الملائكة وقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. يوم عرفة كأنه يوم رد اعتبار لبني آدم. لماذا؟ لأن منهم هؤلاء المؤمنين الموحدين الصادقين الذين هزموا الشيطان وهزموا الشهوات وانتصروا على أنفسهم وجادوا بأرواحهم وبأموالهم لله. فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعصا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم جميعا. عظيم. شيخ إبراهيم، الحج يعني احنا بنعتبره هو مؤتمر إسلامي لاجتماع المسلمين، أكبر اجتماع ديني على مستوى الأرض، وروحانيات هذه الأيام المباركة بتبقى كبيرة وعظيمة جدا. احنا عايزين نقف كده عند بعض أو أحب أو أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة، طبعا لغير الحجيج اللي لم يعني يتسنى لهم الفرصة أن هم يحجوا السنة دي. والله من حسن الطالع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أحب الأعمال إلى الله هي أن يصوم الإنسان. فبعض الناس بيقول لك هنا بتيجي كل سنة: يا ترى النبي صام العشرة كلهم ولا ما صام؟ وما ينفعش نقول صيام العشرة، لأن العشرة منهم يوم العاشر يوم العيد يحرم فيه الصيام. فهيبقى هنقول الصيام في العشر. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ضرورة صيام يوم عرفة، وكل الناس هتلاقيها في الشوارع والميادين كله صايم كأننا في رمضان. من المستحب للإنسان إن هو يصوم الأيام التي قبل عرفة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيه منه في تلك الأيام العشر، أي العشر الأول من ذو الحجة. أعمل إيه النهاردة؟ حينما أستيقظ وأنا على حالة الصيام أكثر من الذكر. عندي سنة بدأت بعد صلاة الفجر اللي هي التكبير: ولتكبروا الله على ما هداكم. وما نجيش بقى نتخانق، المسجد ده بيكبر تكبيرتين وده بيكبر 7، كبر
بالصيغة التي بعض الناس يقول لك لا أصل الصيغة دي لم ترد. لا، على فكرة كل صيغ التكبير منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التكبير من الأعمال المحببة. أول ما بنصلي على طول الفجر، بعد الفجر على طول إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. التكبير بعض الناس متخيلة أنه مرتبط بعد كل صلاة بس، لا، ده حضرتك كنت في الشارع لما تقابل أخوك أو صاحبك كبر، كبر في وشه. لما تقعد في قعدة أنت وولادك كبر، أنت وزوجتك وأولادك كبروا، ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير مطلوب. طيب عندي كمان كثرة الذكر، كثرة الشكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الأعمال يوم عرفة، وأفضل الدعاء أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الحمد وهو على ويميت وهو على كل شيء قدير. أيضا في رواية، في الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر في هذه الأيام المباركة، إن أنا أكثر من الاستغفار، إن أنا أكثر من التوبة ومن الإنابة ومن طلب الجنة ومن النجاة من النار، إن أنا أطلب من الله أن يسترني في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لأبي ولأمي ولكل من سبقون إلى الله من ممن فارقوا الدنيا. هنا إخلاص النية، التجرد. اللي أهم من ده بقى السلوك، إن أنا أصلح ذات البين. عندي خصومات ومشاجرات ومشاحنات، لا، علينا أن نتواضع لله. أبدأ أفتح صفحة مع الناس، أبدأ أحاول أقرب من الناس، أفضل أحاول إن أنا أصلح ذات البين. كل الأعمال دي، واحد بيدخن وربنا كرمه وصام النهاردة، طب ما يجرب يمتنع عن التدخين. يعني لازم نعمل عمل كبير، عمل عظيم يليق بجلال هذا اليوم. الشيخ إبراهيم، إحنا يعني إحنا كمسلمين بيبقى من الصغر بنهتم اهتمام كبير جدا وعظيم جدا بشهر رمضان، وتربى فينا يعني جمال الشهر الكريم وفضله، إلى أنه احنا عندنا أشهر حرم ومنها شهر ذو القعدة، هو شهر من الأشهر الحرم، وإحنا عايزين نوضح للناس أنه الأشهر الحرم بيبقى ليها عظمة وبيبقى ليها حرمانية عند ربنا، وإزاي نحن نستفيد بيها. أكيد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هكذا علمنا الله تبارك وتعالى. الأشهر الحرم 3 متوالية ورجب الفرد. خلينا وإحنا بنتكلم عنها، وإحنا النهاردة في العشر الأول من شهر ذي الحجة، فالعشر الأول هي أيام للطاعة. طيب، أولا فضلها أن الله حرم فيها القتال. يعني إيه؟ يعني لو العدو جاي يحتل بلدي ويضربني أنا محرم علي أقتله؟ لا، أنا محرم علي أن أنا أبدأ القتال، لكن الدفاع عن النفس في هذه الأيام المباركة. تمام. فهي أيام للصفاء وللنقاء وللذكر وللطاعة وللإخلاص وللإنابة، منيبين إليه واتقوه. فعلى الإنسان أن يدرك أن لهذه الأيام حرمة، كما أن الأجر الحسنات مضاعف ومعظم، كذلك السيئات بتعظم أجرها للأسف الشديد، برضو أيضا معظم. فعلينا أن نبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نكون عباد الله إخوان، وعلينا أن نلتزم بالشعائر الدينية وأن نتمسك. وبعدين دايما يقولك أعمل إيه؟ إن أعمال الإسلام كثيرة. لا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يا جمالك كده النهاردة وانت بتقوم تصلي الفجر، تصلي الظهر، تصلي العصر،
بتصلي المغرب بتصلي العشاء ها وتستعد ليوم العيد بشراء الأضحية أو دفع صك الأضحية، وده جزء من التوكيل أيضا، يعني صك الأضحية أن أنا بوكل عني من يذبح بدلا مني. وكما أن الحجيج يقدمون الهدي بنية القربة إلى الله، فأنا أيضا من باب التشبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال في الأول هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني هذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حضرتك خدتنا نقطة مهمة، الهدي والأضحية، عايزين نوضح للسادة المشاهدين الفرق بين الهدي والأضحية. كلاهما يذبح بنية القربة وبنية الفداء، والهدي اسم يطلق على ما يقدمه الحاج في أرض مكة المكرمة، أما الأضحية فقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة يجب أن نحرص عليها. وبقول يجب أن نحرص عليها مع أنها سنة يقول لك في تعارض، لا، لأن البعض الفقهاء بيرى وصل بالأضحية إلى مرتبة الوجوب، كاد أن يقول أنها واجبة. لماذا؟ لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أكد النبي أنها سنة مؤكدة يلتزم بها كل قادر وكل مستطيع أن يضحي عن نفسه. ومن المستحب أن يذبح الإنسان بنفسه إن كان يجيد ذلك، فإن لم يكن يجيد فليحضر إلى مشهد الذبح. وطبعا بنكلم الكبار، ما بنكلمش الأطفال ونيجي ونقعد، لا، نكلم الكبار يقعدوا ويشوفوا المشهد ده، لأن سيدنا النبي نادى على فاطمة الزهراء وقال لها يا فاطمة قومي واشهدي ذبيحتك بنفسك. لماذا يا أبي؟ قال لأنه يغفر لك عند أول قطرة تنهمر من الذبيحة. ليه؟ لأن ده نوع من أنواع إظهار الانقياد والخنوع والخضوع أمام عظمة جبار السماوات والأرض وهو الله جل في علاه. كمان بتحقق لون من ألوان التكافل، كمان هي سنة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فإحنا هنا بنعمل حالة من حالات المعايشة مع ما حدث لأبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. طيب خلينا برضو إحنا بنأكد على هذا المعنى نقول إن الذبح له أداب، فما ينفعش إن أنا أذبح في الشارع ولا في مدخل العمارة ولا الكلام ده كله. وصحة الأضحية كمان نتطرق لها سريعا قبل ما أسأل آخر سؤال وهو ختام الفقرة. طبعا صحة الأضحية أن تكون خالية من العيوب وأن تكون سمينة فيها لحم، ما أجيبش حاجة مريضة يافعة كلها دهن، فيصح إن أنا أضحي بالجربانة، ما جيبش حيوان جربان أو حيوان مريض أو مقطوعة الأذن أو المعاقة اللي فيها علة، لأن سيدنا النبي قال لنا إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا. تذبح بعد صلاة العيد كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقسم أثلاثا أيضا كما كان فعل النبي. وطبعا إحنا استحدثنا في التوكيل ما يسمى بصك الأضحية، وعندنا تجربة رائدة لوزارة الأوقاف المصرية. وإحنا بنتكلم كده شيخ إبراهيم بنشاهد كده لقطات حية من مكة والطواف مباشرة من مكة، حضرتك شايف كده يعني تمام. الحمد لله هنيئا لكل هنيئا لهؤلاء، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء وأن يكشف الوباء عن أمة النبي وعن العالم بأسره. وكلنا كنا بنشوف ملايين وهي تطوف حول بيت الله الحرام وتقف على صعيد عرفات في هذا اليوم. إن السنة دي حوالي 60,000، وطبعا هذا شيء مبشر، إن شاء ونسأل الله, الله العلي القدير في العام القادم إن احنا نرى تلك الجموع التي قد تصل إلى 3-4 مليون من كل بقاع الأرض باختلاف اللغة وباختلاف الألسنة واللهجات، ومع ذلك الكل يدعو الله الواحد بنداء واحد. صحيح. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قبل الختام يعني في عجالة سريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو خطبة الوداع وهو واقف على عرفات يعني أوصانا بأمور كثيرة، عايزين بس نلخص كده أهم النقاط اللي وصلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة الوداع هي مرجع إنساني يرجع إليه أهل الأرض جميعا. علينا أن ندرك أن النبي وقف على صعيد عرفات وقال أيها الناس
ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. أولا ركز النبي وأكد النبي على حرمة الدماء، لأن الآدمي كما قال صلى الله عليه وسلم بنيان الله، ملعون من هدمه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أكد النبي أيضا على حرمة المال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي آية أخرى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الأعراض، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رفع النبي من قدر المرأة فقال في هذا اليوم واستوصوا بالنساء خيرا. وعندنا يوم العيد ده يوم حفاوة بالمرأة المصرية بهاجر أم سيدنا إسماعيل نبي العرب الذي قدمه والديه بنية التقرب إلى الله تعالى، فكان الفداء وكانت التضحية. أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الربا، ألا وإن كل ربا موضوع، وأول ما أضع من ربا الجاهلية هو ربا العباس بن عبد المطلب. تلك هي تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي تتأكد الدنيا بأسرها عظمة هذا النبي الذي جاء رحمة للعالمين. صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأعتقد أن ده خير ختام لحلقتنا النهاردة. كل سنة وحضرتك طيب، ودايما كده أيامنا كلها عيد، وربنا يحفظ بلدنا ويكرمنا جميعا. كل سنة وحضرتك طيب. شيخ إبراهيم رضا عالم من علماء الأزهر الشريف، دائما منورنا صباح البلد. ربنا يبارك فيك. كل سنة وحضراتكم طيبين. ربنا يكرمنا بفضل هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، وإن شاء الله يوم العيد كلكم عيدين في وسط حبايبكم وفي وسط أهلكم. دايما نسمع عنكم كل خير. نلقاكم بعد أجازة العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين.